السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان داود يلكو سو دواده رئيس كارون كقادينو قدومي كخيينكي hore ee gobolka sool عبد الرشيد حرسي دلما ان اهانا ان markii hore calaada dhumay ee ay dhacday 2017kii waqtigaas hayay xilka gudoomiyaha kuxigeenka gobolka sool ee imika waxa la soconaa in calaadaas ee ay dirto walaalaha dadka walaalaha dhaxmartay in wada tashi ee beelahi iyo ee madax dhaqameedkii kale ee kala duwanaaba ay u fadhiyaan in waxaan wax ka weydiin doonaa ee halkii wax marayaan ee markii ku soo dhawaynaa بسم الله الرحمن الرحيم وادي سلام يا دمان ورياشا سنيوس أبا نقوم بها تسنتين يريتانك أما وريسي هل كان يويدين نحن مركات بقول نقضاء حالات محل إيراد أن وضعينتي لبضاء بيلوت كل اللي يقول لقود حجيرا هوشا السمو يو وحقارد صوماليا يو كوة صومالي لاني بقود حجيرا كلنا محل يراد أولي هوش ما بلابن هم في ليا إن أي حد يلا إنه نسيت خصا هوش جوان كذا اللي هي لتونا وحنقول باقي يا جودهان شعب كرير سمال لامبا إن إحنا بتجليه ذا إيراليان وإحنا بتجليه وحيلي أنا إيميل وسويت كذا وهي هاتن اللي بيحمرته أو سيدنا وكلا أما تن در وين كده ذهب إنه راكله إن الحكمية أو أيان هل كأي تاجن تلو قبته وعندي نبت كارينا هل إلى هذا إن أي سمرت أطول قاطو وسكتو إدي نبك جي سيتينا وهي واجب لولها إشارة وها إيه شيء سوا إسلام ما ضاهي إيه اللي ما ضاهي إن بلغ سوية إن مركانو نقطة تن كونفرت قبل خصال ودير بيا هوش أسس تي ما هي لبدي كم يتدوي توان كي إن أي محل يا هوش نبلا بتي hawshan ilaa 2014kii marba yani heer ha joogtay bay soo taagnay mar walbana maxaa la yiraahdaa hawsha waa lagu dhex jiray laakiin waxa filaya maanta maalin ay ka miisaan weyn tahay ku dhex jirka la soo dhex galay maalin maanta ka miisaan weyn tahay ma jirin waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala in ay hawshaasi maxaa la yiraahdaa dhasho oo nabadgelyadu ay soo يعني لو قلت هدره وأن لبضة بنعبة كوانين هي إن أي لو لقنا بلادان حوشان لبعطة دا صون ونقونا إيسا إي دمان ويدي إن أي إسكسو أفجران إي وحيد انتين الله ونحرستو وحيد داوا عمين إلها إبوغا دايو إن حوشان والو ده جرا سيدا عن ورق قواي شلايتو إن وفتي عما يسيما دي دولة ديغان كالصومالي دا إيتوبيا بتشوي رشمة يا عموين يوم هلا إلى ذا وهي بنا عسنا لبضة بنا عبوا بين وضياشي هلا إلى ذا مركا لا إلى هذا لبضة غير أنا ولبضة غير بوانا لبضة غير بصوت عن قوي حوي من هو يدا من أبا يبا أوكي مركا لبضة غير أنا بوانا هيو من حنا هو يدي يا به استليا من كو هو يدي يا به استليا أنا يبقى هو قبو والدريم كده مركب حويان هوش عصي إن شاء الله وحرجينا يا تلوي فربضن يو وضفر فربضن أكسر هذا مركب عندنا قيادة الشعب هذا يرتو عن هذا هو بون تلوله كل يوم ياشي وقطن بين هي أي سوقيين يعدي أي كم مرمين بشر بيسوي مادين تلاين وفر يا إن هديان سؤال كويديو إن مدحونها سمالي لأن وحوش شقي إن سود وين يعيد ولا أو نبض أسكير قاعدنا ساعة oo ka socota ee gudaha Soomaalida ee hadalkaas sidoo arkaan dadka ka soo jeeda ee beelaha Soomaalida boqolkiiba boqol hadal qiimo la weeye waa hadal wanaagsan waa hadal mas'uuliyadeed waa hadal madaxweyne ee id kasta oo ay ku qanacsan yihiin ummadan waxa la yiraahdaa ehelka ay wada dhashay ee isku ooda ee isku guriga ee isku baraagta ee nimba ninka kale raadkiisa garanayo ee nimba ninka kale codkiisa garanayo يعني إد الله إدي محل يرى هذا النبض هناك كده حتى لنيسا أما تسلح كجليسا أبو مدحونا أن وراء صنع وانا وانا بقاعدين هنا وانا سود وين هنا حنودوني نهدي على ما نعمل هذا شو وحي محل يرى هذا دي أنت أي صوتها وش أصلا حكومة السودان لا بالوقف ليها إن أي كان بيركو قبته
وايو دولكان هادير ديباتادو كدحداي وا دولكي لغا دورتي مدحويني موسى بيه عبدي وا دولكي اسو عقيس كوتغي اي انا وانو غيني وا دولكي وقتي كامبينكا اومريي ما ها دول بدلان منا ها دول ان ميل كلا وا دد شعبا او غير سومالي لانا او اديي او ديس ديوان غليي oo kampaynada kampaynkii iyo doorashadii ka qayb galay oo codkoodii yaani maxa la yiraahdaa ee ku bixiyay dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba oo dadkii u codeeyay Muuse Biye Cabdi yaani mas'uuliyad aad u weyn baa ka saaran yaani wax budlaan quseeya maaha wax maxa la yiraa federaal quseeya maaha wax yaani waa wax madaxweyne Muuse Biye quseeya in يعني صحافتها قار أما براها بلشدة اللي يلاها دو هل كانوا بلان أما محل يلاها دا إذا ما بلانا تشوغنا وآيان دو وهل كي يساقوا لويسة كتغي يساقوا لويسة كمرا يهبين دو هيدي مركا وردون كانوا وردو سومال لانا شعب كان ينوا شعب سومال لانا إدي مركا خلطان خلط كا محل يلاها دا براها بلشدة أما كو قريسانا محل يكدا يقو dad yani dadka shacabka ee deegaamada degan haday dhikin geeyatahay haday daba taagtahay haday dhumaatahay haday kala baydtahay haddii tirir Soomaaliland wa halkii doorashadu ay ka dhacday wa halkii sanad ugu dalgeeyay wa halkii maxalay ugu nabadgelyada badnay een waqtigii diiwaan gelinta oo kale wa hayaa waqtigan aan u shaqeynay een yani diiwaan gelintu qaabka ay u dhacday commissionka ayaga markaatiya wuxuu aha gobolka ugu nabadgelyada badan een ugu degan ugu dhibaatada yara ee Soomaaliland ku mid ah ee marka yani waxa la yiraahdaa madaxweynaha oo ku soo arintaas aad baan ugu hambalyeynaya in hadii aan wax ka weydiiyo in siyaasiyiin wax jira deegaanka ka soo jeeda oo Puntland dalka haya in amba comfort Soomaaliye ee shuduudda federaalka qayb ka ah in ma iman karaan kuwaasi oo nabadda qiimo ka qaadan karaan marka Soomaaliland gudaheeda eegno halkana waxa maamusha deegaanka Soomaaliya ma qabo inay Puntland timaado ama siyaasiyiinteedu timaado markaan dib ugu noqdo labada reerba way ku leeyihiin wasiirro iyo xildhibaan labada reer ee dib ku dhex maray wasiirro iyo xildhibaanba way ku leeyihiin anagu waxaan ku leenahay gabadh wasiira oo qoyska iyo arrimaha bulshada ah haweenka iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ah iyaguna wasiirka hawlaha guud bay ku leeyihiin hal xildhibaanna waanu leenahay hal xildhibaanna way leeyihiin marka xagga gabadha bayba waxna dheeriyeen oo iyaga nin baa wasiir u ah ma qaba inay yimaadaan ma qaba inay ka soo qayb galaan wixii siyaasiyiina ee labada beelood ka tirsan ma qabo in ay siyaasadeeyaan oo hawsha ay siyaasadeeyaan maxaa la yiraahdaa laakiin dadku dee uu shaqo tagi karaayo xamar baa loo shaqo tagaayo maxaa la yiraahdaa dee waa la shaqo tagi karaa hawshaasi markaa hawl aan naga noo taala maaha xukuumadda kama suula diir ahaan in dadkan waa dad wal dadkii guuy nabadoodana waan ka qayb qaadanaynaa inaan nabadeyno ayaan rabnaa in taaso kale ka waran yaani hayn in ay maataan loo ogolaado inay maataan ka qayb qaataan warunta waan wada dhalanay oo dad deewad guriyahayagii reerahayagii kamid yihiin dadkaasi laakiin deeshaatiyal kale gashay yihiin marka in shaati kale gashan uma ogolin madaxweynaha marku ku raacsanahay ee dhab madax dhaqameed ah ama uqaala ama simaa ama culimaa ee soomaaliyeed ama soomaaliland ee hawsha ka qayb qaadato yar baan laakiin wax siyaasiyiin aan ugu magul in alaadani halkay sarto ku xidhmilaada oo salaadu ku xidhmilaada isla Cabdirashiid oo ay ka soo noqonaysa kolba inta la demiyo ay haddana mar labaad ka soo laba kacleynaysa in halkay wax ka xidhmilay waalkii een waa su'aal aad wanaagsan hadalna ugu mahadsan tahay een anigu muddo dheer baan waxaan joogay gobolka oo aan barasaab ku xigeenka ahaa waxaan malaynayaa ilaa afar barasaab ilaa shan barasaab baan anigu toos loo soo shaqeeyey mar walbana barasaabka aan la shaqeynayaa ma ahayn baa barasaab u dhashay gobolka Sool ee wuxuu ahaa gobollada kale ee Soomaaliland barasaab u dhashay bay ahaayeen yacni hawsha ugu badan ama yacni fikirka ugu badan ama barnaamijka ugu badan ama dhibka ugu badan aan ugu dhici jiray waayo anaa gobolka u dhashay okay hawshaasi meelaha ay ka soo noqnoqonaysa waxa weeye Soomaali waxay ku maamadaa haddii hawli dhammaan weydo oo inta la galo ay dhammaan weydo ama waxba ku saayida ama waxba ka dhiman hawsha sababtaasi u dhammaan weydo anu waxaa qabaa gacan saddexaad baa ku jirta hawsha gacan saddexaad
وأنا لبعض الرجال يسحياهين بأكُتُلته قانت صدحنا الحكومة ضيّو مدحوينها يو هذا الدولة قابا يطالع إن أي فاديان أو طبقان وهي قانت صدح هذا شقينيسا كساران هذي تايتن كونفروت قول خصولي هذي تايتن هذا رسول قطعي حق يدي قبل قبل يدي لقيني لها هلا يبرية صادمة نبكون عاي مركا هلا إذا هذا مل إنتي دونا بهذا روح قبل قانك لا كنت تشتوش قينيسا هو أنفري سنين هو محل إذا هذا نب إنه تشرمه يعني يعني نب الآن بعند شو كره مركا إذا سوى حبا أنت تبغل اللي هو سمايو أو لقى قبطتك ساسا نقوله أدي أدون حسنتي. Thank you.